أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من حصتكم الأسبوع. كما على بالكم حصة الأسبوع تجيكم مرة كل جمعة، ونحاول نجيب بعض أخبار الجزائر العميقة، الجزائر الداخلية، ما يسمى بمناطق الظل. بعض الأحيان نجيب لكم إذا كان فيه رسائل، نداءات، استغاثة من بعض الجزائريين ومن بعض العائلات، حالات اجتماعية، حالات إنسانية. وفي الجزء الثاني نولي إلى الحالة الحقوقية، الوضع الحقوقي في الجزائر، وآخر أخبار المحاكمات والاعتقالات. خلينا نبدأ الآن بالجزء الأول وهو حقيقة الجزائر العميقة. عندي مرض كونسير، قلت لي هذا وين بدا فيك؟ قلت لي لازم لك العلاج في اقرب وقت. وانا هنايا تما من عندي بروبليم تاع كلوه وحده، وعندي لا مرض سيلياك، والجسم تاعي ما ينجمش العمليات، وكل شيء نطلب من السلطات يعاونوني، والناس يعاونوني، باسكو انايا عندي زوج ولادي ابني ده هنا، ان شاء الله عندي غير 36 عام. ان شاء الله يا ربي كيما يقول لك، نتمنى من الناس يعاونوني يا ربي. خلوني هكا اختي، خلوني حتى لي صايي متحكم لي سيلياك، وبعد ديك لي سوما تاعي صايي ماتت من لي زونتيبيوتيك، وجرح قاعد داخل زاد مناعي ما كاش، كيكون فيك مرض حاجك في الواده، مناعه تاع الواده تاني ما كاش. ولادي مانيش باغيه نخليهم، مانيش ما كاش بلي بيهم، باسكو الاب تاعهم تاني راح سمح فيهم وخلاهم لي، هما في زوج. وان شاء الله يا ربي نطلب من السلطات تعاوني والناس الخير، على بالي بلي الجزائريين فيهم الخير، نعرف بلي الناس يوقفوا مع بعضهم بعض. كان هذا نداء للسيدة وردة محجوبي، نداء استغاثة، نداء إنساني. وراهي وردة محجوبي اللي راهي معنا الآن من وهران. سيدة وردة مرحبا بك، السلام عليكم. سيدة وردة محجوبي، السلام عليكم. واش راكي سيدة، لاباس؟ لاباس الحمد لله، انتم واش راكم لاباس؟ والله الحمد لله، بارك الله فيك. اخت وردة، الان سمعنا النداء تاعك بالفيديو، لو تحكينا اولا خلفية هذا النداء، لماذا درتي هذه الرسالة، وكيف كان الصدى من بعد ما حطيتي لهذا الفيديو؟ درت هذا النداء للشعب الجزائري لاني كنت عانيت بزاف، لان بداني المرض من 2004 وانا نتبع عند الاطباء، وفي من 2004 حتى زعما الوقت الحالي، ومازالني حد الان مازالني نعاني. وهذا المرض اثر فيا بزاف بزاف، ماشي مرض واحد، كان عندي بروبليم تاع الكلى، مرها مرض السيلياك، بعدين جاني المرض سرطان عنق الرحم. لو تحكينا اولا، خلينا نوليو شويه للوراء اخت ورده، كيف حكينا على حياتك من فضلك، اذا كان يمكن انت وكما عندك اولاد، وكيفاش وراكي عايشه، وكيفاش راكي عايشه اذا كان في امكاني. ماشي بروبليم، انايا عندي زوج اولاد، وانا امراه مطلقه، ومن 2019 راح الاب تاعهم وسمح لي في جوج ولادي. وانا انسانه من 2004 وانا بداني المرض، كنت ندخل زعما المستشفيات ويديروا لي العلاج لي زونتيبيوتيك وكلش. ومن بعد مع الوقت الجسم تاعي تاثر بزاف من المضادات الحيويه، جبدات المناعه تاعي تضعف. ومن بعد راحت لي كلى وحدك، راحت لي وحدك الكلى، ومازال لي برك وحده. هي ممكن زعما من قبل كان باغي، باسكو عندي ان مال فورماسيون، انا زدت بواحد واحد غادي نسمح لي نقولها لك باللغه الفرنسيه، واحد ان غوفلو رينال، هذاك لو غوفلو رينال صافدير، هذاك اللي اثر لي على الكلى تاعي. هي ممكن كانوا نورمالمون يديروا لي العمليه الجراحيه باش الكلى تاعي ما تروحش، هما خلوني هكذاك بال ايمان باتري كيما يقول لك بيان اون شارج.
chaque fois عندي ديزانفيكسيون اورينير ديزانفيكسيون اورينير غير لي زانتيبيوتيك نقعد 10 ايام في المستشفيات نعاود يخرجوني ويزيدوكم يعطوني لي زانتيبيوتيك في المنزل مده 10 ايام وهكذاك اشاك فوا هكذاك اشاك فوا هكذاك وانا كانت لازمت لي العمليه باش يبلعوا لي هذاك التيو تاع اللي يدير اللي يدير زعما المال الكلى هذاك المامو يكون كنت كانوا باغيين المامو يديروا لي الاوبيراسيون هما ما داروليش العمليه شافوا يعطوني غير الدواء ما عندك والو غير الدواء غير الدواء ومن بعد ملي زافيكسيون هذيك راحت لي الكلى راحت ماتت درت لها سنتيغرافي كل شيء هي تمشى 1% والاخرى 98% زعما مام الاخرى فيها الغفلي مام الاخرى هي بدات زعما تنقص لي بشويه بشويه مع الوقت كي بديت ندير لي زونتيبيوتيك لي زونتيبيوتيك لي زونتيبيوتيك اثر لي على الامعاء حكمني مرض سيلياك من حكمني مرض سيلياك انا شحال قعدت مضرره من الكرشي مضرره من الكرشي مضرره ما كاينش اللي يعرف لي يقولوا لي غير الستريس يقول لي زعما يقولوا لي بلي كولونير فو سي لو ستريس كولونير فو كانت نجري من الطبيب للطبيب 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 كاش اللي يعرف لي وانا نزيد غير نقص في الوزن تاعي ما كاش اللي يعرف لي زعما المرض تاعي حتى جيت هنايا في بلديه عيون الترك في ولايه وهران كاين وحده طبيبه في مستشفى مجبر تامي هي اصلا كي شافتني حكيت لها كاع الاعراض تاعي وشافتني ناقصه في البدن وكل شيء قالت لي ممكن من المحتمل تكون عندك مرض سيلياك مرض سيلياك هذه حساسيه الجلوتين قالت لي لازم ديري لي لا فيبرو اي لا كولوسكوبي اون ايرجونس انا ما كانش عندي الامكانيات باش نديرهم باسكو هما ماما يديرهم لي في المستشفى تالمو زعما الكور تاعي ما يستحملش نديرهم بلا الانستيزي قالت لي لازم ديرهم في بريفي ومن بعد كاين واحد الانسان مولا خير عنده جمعيه هنايا هضرت معاه رحت عنده درت له الكوع تاعي كاع شافهم دارهم لي في على بريفي كي درتهم درت العينات لا بيوبسي خرجت عندي لا غاستريت كرونيك ومرض سيلياك في الدرجه الثالثه ثم قعدت فيا بزاف طور ما عرفوليش الاطباء طور هذا مرض مزمن هذا مرض مناعي زعما نفهمك هذا المرض تاع عشان المرض مناعي زعما مادام ما تداويش يوصل الحاله هذه يبدا يدير لك مضاعفات صحيه موراها حكمتني لايمي سيفير بالمرض هذا المرض هذا زاد حكمتني هشاشه العظام من المرض هذا باسكو درت السكانير تاع العظم العظم تاعي عندي هشاشه العظام في الباسون وفي هنايا في الكولون فيرتيبرال وبعد مع الوقت شفت درت ريجيم عام وانا دايره ريجيم وصحتي ما صحتليش عام وانا دايره ريجيم وانا مازالني غير ضعيفه هي نورمالمون كي دير ريجيم هي من 6 اشهر 12 العام تتحسن شويه الصحه تاعك تبدا تلقى روحك تبدا تسمن تبدا انا شفت صحتي غير هي هذاك وين زادت نقصت اكثر من اللي كنت خطره الاولى بدات عندي السطر في الوجه في كرشي السطر رحت كاع الاطباء يقولوا لي ما فيك والو رحت برك كيما يقولوا طبيبه في المستشفى ثاني هنايا في العيون ترك شفتني طبيبة نساء شفتني درت لي مسحة العنق الرحم وبعدتها اللابوراتوار تاعهم بعد قالت لي لازم بالخميس تعاودي تولي في اون ايرجونس وكان ماشي مشكل كي عاود تاني وليت عندها درت لي لا بيوبسي بعثتني المخبر اللي درت فيه لا كولوسكوبي خطره الاولى كبات لي مخبر ومن بعد جاب عطاني قعدت سمان هكذاك عطاني لا بيوبسي خرجت لي بدايه سرطان عنق الرحم ومن بعد كي قالت لي لازم ديري لي رام مسكانير باش نشوف الا ما تمشالكش كاع في الاعضاء تاعك على بالك حاجه كل شيء غادي هنا في البلاد وانسان ما عنديش الامكانيه باسكو انا عندي نخلص غير 300000 تاع الشهر 300000 تاع مرض مزمن تاع الكلى هذاك ولا سيرونس عندي غير 80% تخرجت ثلاث خطرات في ميم با جوج خطرات في ثلاث شهور صافي ماشي معاونتنا الدوله في هذا
في هاد الامراض وكل شيء. ومن بعد كاين هاد الانسان اللي دار لي لا فيبروسكوبي لا كولوسكوبي الاولى عاود رحت عنده وقت حتى قلت له انا عطوني لي ارام اونيرجونس ما عنديش باش نديره باسكو يدير 2 ملايين و200 وسكانير ثاني يدير 1,400,000. قال لي ماشي مشكل، قال لي ما كاش مشكل ونحييه من هذا المرض. ومحمد شرت له من ولايه عيون الترك، بارك الله فيه وربي يجازيه خير على خير، نتمنى له كاع النجاح. هو انسان مولا خير، عاون بزاف ناس والناس كاع يعرفوا ربي يجازيه وربي يعطيه مره، نتمنى ان شاء الله. باسكو هو اللي عاوني كاع في الظروف تاعي، في الظروف الصحيه ملي بداني هذا المرض سيلياك هو يعاون فيا وربي يجازيه ويعطيه خير على خير ان شاء الله. وانا يا دروك راني ما نكتبش عليك، انا مادابيا الناس يكفوا معايا باسكو انا اخت ورده. خلينا من بعد نولي ان شاء الله لوشاكه السنين من الناس بصح. خلينا نقول متى مقتش على بالك بهذا المرض تاع سرطان؟ عندي يا ربي 15 يوم. عندك غير 15 يوم نهار على بالك انك عندك مرض سرطان؟ 15 يوم انت ملي عرفت الان. يعني الاخت ورده يعني ربما راح تيم طبيب للطبيب هذا مول الخير وهذه الجمعيه ولو ملح لو كنت تقولش من الجمعيه هذه حتى يعني الناس يعرفوا ان فيه الناس مول الخير كما قلت عندهم يعني اللي حبوا يديروا الخير. ولكن الاخت ورده هل فيه امكانيه يمكن مساعده من السلطات من الدوله؟ ما فيش يعني ما كاش باب وين وين يمكن ان شاء الله باذن الله. نحكي لك على القضيه، نحكي لك على القضيه تاع لي زيكزام لي تيست، ما كاش يعني مساعدات من السلطات؟ ما كاش مساعدات، كان غير الجمعيه هذه تاع محمد شرتلو هو اللي عاوني، هو اللي دار لي لابيوبسي، هو اللي دار لي السكانر، هو اللي دار لي اليرام، هو كلش. انا الاخ انا عندي نخلص 300,000 في الشهر. خلي برك نفهم اختي ورده، خلينا نفهم. يعني انت دورك عايشه مع زوج اولاد وعندك غير 300,000 في الشهر؟ في الشهر عندي غير 300,000 في الشهر. لا حول ولا قوه. كيفاش عايشه؟ كيفاش تخلصي لا 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 الناس تعاوني؟ انا عايشه الناس تعاوني، انا ما الدار وما عنديش. انا الدار انسان مولا خير راه كاري لي كل شهر يخلص لي الكريه، قال لي كريه في سبيل الله في وجه ربي انا خلص لك الكريه. وانا عندي لي بارون تاعي مديفورسين، بابا معاود زواج ويما معاوده زواج، وعندي غير انايا، غير عندهم غير انايا، هو عاود حياته وهي عاود حياته وانا عايشه وحدي. لا اله الا الله. وفيما يخص السكن هضره درتي كاش دوسي باش ربما يعطوك الدار؟ اني درت دوسي باسكو كنت ساكنه من قبل في ولايه تيزي وزو، اني حطيت دوسي وباذن الله ان شاء الله فيها خير. فيما يخص هذا المرض تاع السرطان واش قالوا لك؟ يعني اللي اغريسيف اللي بنا واش المرحله الحق؟ هو في المرحله الاولى، عاد كي بداني في المرحله الاولى ولازمني العمليه في اقرب وقت. وهذه العمليه تنمو عندي، هما نورمالمون العمليه تندار هنا في البلاد. هي زعما امكانيات تندار هنا في البلاد، بصح هما خافوا من عندي كليه وحده وعندي تما الجسم تاعي ضعيف، عندي 36 عام وزن 39. الله يبارك سبحان الله. 39 كيلو. يعني العمليه فيما يخص السرطان يعني هل فيه عمليات ولا فيه شيموثيرابي ولا كيف يكون؟ هو قالوا لي هما قالوا لي العمليه مول العمليه نعرفوا اسكو نقدروا نديروا لك الشيميو ولا نشوفوا واش نديروا موراها. والعمليه هذه قلتي لي انا والعمليه هذه قلتي لنا ربما في الجزائر صعبه بزاف. وكيف هي نورمالمون ماشي صعيبه، نورمالمون هي ماشي صعيبه، هي البروبليم البدن تاعي ما يسمحليش باسكو البدن انا رهيفه بزاف. وكيف بدن تاعي ضعيف 39. سبحان الله. نوزن 39 كيلو وانا في عمري 36 عام. الله يبارك. وانت درك هل فيه امكانيه ربما العلاج او العمليه هذه خارج البلاد؟ ممكن ان شاء الله باذن الله. وانت واش حابه اختي ورده؟ يعني واش رساله لمن حبيتي اولا رساله؟ واش حابه؟ انا واش حابه الاخ نحبه نبرا، هذا واش راني حابه. هنا ولا في الخارج ولا ليسونسيال نبرا لولادي ونوقف لولادي باذن الله. نبغي العلاج ديجا، هذيك الكلوه اللي راهي ميته مازال ما نحوهاليش، مازالها في الجسد تاعي. تسمى لازم لي زوج عمليات، ينحوا لي هذه الكلى اللي راهي مريضه وينحوا لي هذيك السرطان. لا اله الا الله. خلينا نتكلم، خلينا نولوا لولادك كم هما عمرهم؟ كم في عمرهم؟
الابن اكبر عنده الان 15 عام، والابن الاصغر عنده 12 عام. سبحان الله، هما يقراو يقراو ما شاء الله، مزيرين روحهم في القرايه والله يبارك، يقراو الحمد لله، ربي يحفظهم لك. الحمد لله، ربي يحفظهم لك. امين يا رب. ورده، خلينا دوك حبيت نفهم انا درك الرساله هذه، حبيتي تبراي كيفاش الرساله للمسؤولين، ولا كان فيه جمعيات، ولا حبه في ربما المجال باش واحد يروح لبرا البلاد، ربما لفرنسا ولا بلد اخر وين كان فيه امكان العلاج، ولا واش من الهدف تاعك يعني؟ شوف، الهدف تاعي الاخ انا نطلب من السلطات، من على بالي انا ولاد بلادي جزائريين حنان ما شاء الله، وكاين فيه بزاف ناس الخير، وعلى بالي بلي حنا مسلمين، وواحد ما على بالي ما هكذا كون الناس ما خلاونيش. ربي يجزيهم خير على خير، كاع اللي تواصل معايا وكاع اللي كاع اللي حوس يعاونني، بارك الله فيه، ربي يجزيهم خير على خير. ونطلب من السلطات ان شاء الله تعاونني في اقرب وقت، باسكو ميم هاد الابناء كاع الا كاش ما صرالي ما عندهمش شكون يربدهم، يضيعوا. ونتمنى ان شاء الله تعاونني السلطات يعاونوني في اقرب وقت، ونتمنى من الجزائريين ان شاء الله يعاونوني ان شاء الله باذن الله. ام مانيش نحوس كيما نقول لك، نحوس نبره وخلاص، هذا واش نحوس نبره، نحوس نريكيبيري صحتي كيما كنت من قبل، هذا واش راني نحوس الاخ. ان شاء الله ورده، لا سبحان الله، لا معليش ورده، ربما انت درتي بحثتي اذا كان في امكانيه العلاج برا البلاد، هل فيه مجال في هذا الاطار يعني؟ ربما اذا كان فيه صعاب شويه في البلاد، خاصه كما قلت انت جسمك ضعيف شويه، هل فيه فرصه برا البلاد حتى اللي يحبوا يعاونوا؟ اذا كان فيه ربما عندك بلان، ولا هكا وين حبيتي تروحي، اذا كان فيه اطباء ربما اتصلت بهم برا البلاد، ربما يكون عندك فرصه اكبر للعلاج، هل فيه عندك في هذا الاطار؟ كاين الاخ تاني محسن، ساكن في فرنسا في كلارمون فيرون، البارح راح دار الدوسي تاعي وحكم لي رونديفو في حد في لوبيتال في كلارمون فيرون، حكمنا رونديفو في 24 جونفي، وقال لي عاود على اليوم تاني نورمالمون يعاود يولي لتما ان شاء الله، باش يدير لي يشوف لي زعما شحال تنقام لي العمليه، وشحال لازم لي نقعد تما، وشحال قال لي ان شاء الله من الحشيه ولا الغدا ان شاء الله يرد لي الخبر. ورده معاش نخليو تي الرقم تاعك على الشاشه باش الناس اللي يحبوا يتصلوا بك يعني يتصلوا بك، الرقم معليش نحطوه في الشاشه. معليش اذا يعني ربما فيه فرصه كما قلتي، كما سبحان الله العظيم الناس يعني الناس كاين بزاف رغم فيه مشاكل، ربما كل جزائري عنده مشكل شخصي، ولكن اللي كي تلحق الحالات مثل هذه تلقى جزائريين الحمد لله قلوبنا يعني، معظم الجزائريين يعني يحبوا يديروا الخير. تحكيتينا على واحد هذه في وهران عاونك في سبيل الله يعني عطاك دراهم باش دير لي تيست، وهذا ثاني تاع كلارمون فيرون في فرنسا، هذه دليل ان الحمد لله فيه ناس يعني مول خير. ولكن حتى السلطات سوى اختي ورده يعني ربما عندهم مسؤوليه في هذا الاطار، واذا كان في جمعيات خيريه والجمعيات يعاونوا الناس في هذا الاطار ان شاء الله باذن الله يا ربي. وانا عندي ثقه في الجزائريين خوتي، على بالي بلي ما راحش يخلوني، باسكو على بالي بلي الجزائريين كلهم حنان، وشفت عاونوا بزاف ناس وبارك الله فيهم، ربي يجازيهم على خير على خير ان شاء الله، وحنا نتمنوا الخير يا ربي، ونطلب منهم ميم الدعاء، يدعوا لي ميم ربي، ماشي برك انسان غير يعاونك غير بالدعاء الدنيا وما فيها. هذا واش نتمنى، يدعوا لي كاع ربي ان شاء الله تولي لي صحتي كما كنت من قبل باذن الله الاعلى، يعاونوني تاني بالدعاء ربي يجازيهم. وانت يا ورده راك مليتي صار مع الوالدين ولا ما عندكش اتصال معاه؟ ما عنديش، عندي اتصال مع الام تاعي كنت عندها، ومن بعد ما الام تاعي ما حالتها ما تسمعش يعني ما تقدرش تعاوني، ما تقدرش تعاوني باسكو ميم الحاله تاعها ما لا غالب لا غالب. اخت ورده على كل حال الرقم تاعك موجود نخلوها على الشاشه، ان شاء الله ربما يكون فيه خير، هو الخير يكون يتصلوا بك ان شاء الله باش يعاونك في هذا الاطار، ولكن مهم جدا يعني باش الناس يفهموا ان فيه حلول يعني، فيه ان شاء الله امل، اما في فرنسا ولا في بلاد اخرى ولا حتى في الجزائر اذا كان فيه امكانيه
يعاونك في هذا الإطار، يعني إن شاء الله صوتك وإن شاء الله رسالتك توصل إلى المسؤولين وإلى الناس الخيرين. وردة محجوبي شكرا، بارك الله فيك اللي كنتي معنا اليوم، وإن شاء الله يا رب العالمين يكون في أخبار مفرحة في الأيام المقبلة، وإن شاء الله تولي لنا وتحكي لنا إذا كان فيه إن شاء الله فيه جديد في قضيتك. شكرا وردة محجوبي كانت معنا من وهران، شكرا. اليوم ثاني يا احبابي حبيت نطرق واحد الموضوع، ولا حاله انسانيه او حالات انسانيه عليها 3 سنوات اليوم. ضحايا مازالوا هكا الان، مازالوا يتعذبوا، مازالوا يسفروا بعد ما صالهم ووصلهم في عندها 3 سنوات. حبيت نطرق لهذا الموضوع لانه موضوع خطير، ومازال هذا الشبان يعني مازالوا وحدهم، ما كاش مساعدات، ما كاش اعتراف رسمي ليوصلهم. عندها 3 سنوات كما قلنا وصل، كان بعض الشباب تفكروا يعني في 12 كان فيه انتخابات رئاسية، وبعض الشباب خرجوا للشوارع في إطار الحراك باش يندوا بهالانتخابات، هما شافوا أن هذه انتخابات غير شرعية. المشكلة أن أحبائي كي خرجوا كان فيه وجود أمني برا، حبوا يمنعوهم، ولكن ما منعوهمش كما الآخرين يعني يجيوا وربما يضربوهم باكليموشان ولا يضربوهم بالماء، لا، هذه المرة الأمن يعني ضرب عيونهم. على هذه أصبحت قضية مفقوء الأعين، ما سيدي زيبورني من ثمك حتى الآن مازال هما يجريوا باش يكون فيه اعتراف رسمي، يكون فيه مساندة ومتابعة طبية رسمية لهؤلاء الشباب، خاصة يعني مش سهل، واحد اللي ضيع عينيه لازم له متابعة، لازم له عملية جراحية، ولازم له دراهم. وهذا اللي خلا كان فيه بعض جمعيات، بعض فيه الناس خيرين حبوا كان حاولوا باش يعاونوا، لكن يبقى ان المسؤول الاول والاخير هي السلطات كما راهم هما يشوفوا الحاله هذه، ويطلبوا تدخل السلطات اولا باش يعترفوا ان كان فيه اعتداء، وثانيا يكون فيه مساعده طبيه ماليه فيما يخص هؤلاء الضحايا. باش نفهموا هذه القضيه معنا من العاصمه انيس ام تيزيوزو، أنيس مزيان المنسق الوطني لضحايا الحراك. سي أنيس مرحبا بك. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. عليكم السلام ورحمة الله. ثاني من البويرة معنا الأخ دحموني لونيس من ضحايا هذا القمع ولهذا الاعتداء. سي دحموني مرحبا بك، السلام عليكم. مرحبا بك دحموني، يعطيك الصحة اللي راك معنا اليوم. ثاني ألو راك تسمع فيها دحموني؟ وي راني نسمع. مرحبا بك. ثاني معنا يحيى سماش الناشط الميداني و الحقوقي. سي يحيى مرحبا بك. السلام عليكم، يعطيك الصحة خويا سليم، مرحبا بكم انتم ثاني، ويعطيكم الصحة على هذه الاستضافة. اوكي طلب يا سي يحيى، أولا خلينا نحكوا على أحد الضحايا كما قلنا دحماني لونيسي. لونيس أولا نعطيك الصحة اللي راك معنا اليوم، حكينا لونيس كيف صرات، يعني أنت خلينا حالة خاصة حالتك أنت والصرا، كيف صرات العملية هذه؟ كيف واش درت على عيني ولا لا 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 لا، حبينا ربما كان بزاف الناس ما على بالهمش بالقضيه والصرا، كيفاش يعني ضربوكم، حكينا خلفيات هذا العمل والصرا في عدات 3 سنوات على بالنا. واش نقول لك، خرجنا احنا على الحقوق تاعنا والحقوق تاع البلاد، خرجنا على الحراك. وكيف صارت لي قاع هذه حتى قاسوني في عيني، رحت لافي تاع بورا، رحت مع الشاب باش نديرو المسيرة بالسلمية كما العادة، حتى خدعونا وتيروا علينا بلاكريموجا، ومن بعد انا يقصوني بلون في عين تحت الارض، ومن بعد عاود نوف وهربت دوني شاب دوني صفر. يعني دحموني خويا دحموني، انت كي ضربوك يعني لعينك، هاد راه ضربوك فيزا وعينك اكسبري عمدا، يعني هما حبوا يضربوا صح عينك ولا خطا، يعني ربما حبوا باش يفرقوكم وطحت في عينك؟ بو احنا كنا قاع
أنا كنت في وسط شاب وهما كانوا علينا من البركو تاع الابتدائي، حنا كنا في البرير تاع ليكول، وهما تيرو بارك جات فيا. يعني دحموني حبيت نفهم، كي تيرو بارك يعني ماشي متاع الدين، يعني ضربوا عينك ولا كان يفيزيو في عينك؟ خاطر المشكل انا ما راكش وحدك، كاين بزاف كي حالتك. ايه كاين بزاف الناس، هما تيرو بارك جات فيا وجات في عيني. مي هما تيرو ديريك تيرو عشاب جات فيا. قادر نكون انا يا ما قاسونيش، مي بالك يقاسوا واحد اخر ولا. خلينا نسمع راي انس مزيان. جات فيا مزيان خويا مزيان، يعني حبيت نفهم انا القضيه هذه، لان الخطوره فيها هل كانت فيه نيه استهداف الاعيون او كانت فقط نيه هو باش يفرقوهم؟ لان هذا هو الجدل، يعني برك ربما السلطات تقول لنا فرقناهم وطحت في عينه، ماشي اكسبري ماشي عمدا، يعني ما كانش فيه اعتراف رسمي. بعض واحد اخرين يقول لك لا، لان فيهم 5-6 حتى 8 شبان وصيبوا في اعينهم، دونك قالوا فيه نيه استهداف الاعين. انت كمنسق هذه الجمعيه كيفاش شفت هذه القضيه؟ انت ربما من ضحاياها وماكش مقيوس، انت مش ضحيه من ضحايا. لا انا ضحيه من ضحايا فقط عيني اليسرى، ولكن الحمد لله كانت عندي الاوبورتونيتي، درت عمليه جراحيه مرتين، الخطره الاولى وين ما نجحتش عاودت لها المره الثانيه. انا ثاني فقدت البصر تاعي، كنت من الاوائل اللي البصر تاعهم يوم 12 ديسمبر. باش نوري لك لا ناتور تاع لابليزيو، الاصابه هي في القانون، في القانون هذا لي فورس دو لورد قوات الامن عندهم قانون كيتيري بلابول هذيك تاع الكاويتش ولا بلابون بلاكليموجين يضربها في السماء لتفرقة الحشود. ما عندوش هو الحق انه يتيري على محتشدين هكذا ديريكتومون في الارض، قادر تعيشو في كرشو، قادر تجي في وجهو، كيما قادر تبليسي هكذا في راسو. حنا لو كا كان عندك، انا باش نقول انا ما علمتش، باش نقول لك انه انا اللي قاسني تيري عليا عمدا، ولكن في القانون هي هذه راهي خارجه عن القانون، هو لازم يتيري اللي تفرقة الحشود لازم يديرها في السماء للمحتشد هذاك يقدر يشوف، باسكو هذا هي عندها الكات يشوفها حاطه في السماء كي طيح في الارض باش ما تبليسيش. تا انيس انيس انت تسمعك تشوف غير بعين واحده، هذا هو العين الاخرى ماكش تشوف بها. لا عمليه جراحيه تجميليه، هذه عين اصطناعيه يعني. سبحان الله العظيم سبحان الله. انيس يعني دونك خلينا انت كمنسق ربما اتصلت بالضحايا، شحال فيهم وهل في منطقه واحده ولا في الكثير من المناطق؟ وين وصلت هذه؟ صارت غير في بويره ولا حتى في مناطق اخرى؟ هي مع الاول لاميزون كونتاكت كان بين 5 ضحايا او 6، انا اللي تيزي وزو كانوا زوج من تيزي وزو، واحد من بلديه تيزي سار من بومرداس، والباقي كاع في بويره. حنا بعد ما اسسنا اللجنه تاعنا الوطنيه للضحايا كاين بزاف اتصلوا بالاستاذه لونيس اللي هي لا كورديناتريس تاع لي زافوكا المحامين، هي اللي حكوا لي دوسي تاعنا كاع، ولا تتصلوا بالصفحه تاع مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك ولا على رابط الايميل. لا قدرنا اون بو ايدونتيفي بزاف ضحايا من مختلف الولايات. شحال العدد حتى الان؟ كما قلنا عندها 3 سنوات من الحادثه، شحال فيهم، شحال من الضحايا؟ العدد فات 20 ضحيه. وشنو كاين بزاف لي كيون بريفيري يقعدوا في لاموني، كاين بزاف تما، كاين كل واحد الظروف تاعو، كاين اللي خاف يبان، كاين اللي ما حبش القضيه تاعو تما تولي بوليتيزي. الور قال لك حنايا نبقاو اليكار، ما ماذا بينا ما تنطقوش باسامينا، تقدر تعاونونا هكا اللهم بارك، لا سيرو ماذا بينا حنايا نبقاو اليكار ما تجيبوش اسامينا. فهمنا هذا بعد ثلاث سنوات
قانونيا وين لحقت القضيه؟ هي شك كل واحد من الضحايا ديبوزا بلانت في الولايه تاعو سيتي دي بلانت انديفيديال. وشنو بالعمل تاع الاستاذ لونيس سيتي كونتياتريس اللي قدر تنسق بين كاع الضحايا ولي دوسي تاعهم في الفولي جوريديك. لي بلانت اللي ديبوزيناها هذه كاع بعد ثلاث سنوات صانا رينا بوتي لي بلانت تاعو يسون ارشيفي تما ما قبلوش. قلت حنايا سوا ماشي قوات الامن اللي تيراو عليكم ولا نمشي قوات الامن ما قدرناش حنايا نعرفوا هذاك لاجون بالضبط شكون اللي تيرا عليك تما ما نقدروش حنايا نتكلوا بالدوسي هذا. يعني وهي كيما صارت في 2001 كيما صارت في 2001 تاع العرش في 2001 تاع العرش اللي كانوا داو دي بونسيون دي دوماجمون خرج بمرسوم رئاسي تما هذا انايا تما ولا ضحيه واحده اخرى باش يدي لانديميزاسيون باش يدي تعويض ولا باش يقوموا به باش يروح يداوي ولا سي با او نيفو دو لا جوستيس ماشي لا جوستيس اللي ديسيدا وشنو بمرسوم رئاسي من الرئاسه يخرجوا بقرار انه الضحايا كما قلت انت مع بدايه الحصه الاعتراف هذا ما كاش احنا مش مخطفين بناء من الضحايا. انيس هذه العمليه يعني استهداف الايون عمدا ولا ماشي عمدا المهم كما قلت المسؤوليه تعود الى الامن اللي تيروا في الناس ولكن هل فقط في عندها ثلاث سنوات ولا صارت في ظروف اخرى في مناسبه اخرى في مسيرات اخرى او فقط في هذه المسيره وان كانت ضد الانتخاب؟ كان احنا اللجنه تاعنا مختصه في اطار الحراك كان بزاف ضحايا اللي وقعوا اللي صارت الحادثه تاعهم خارج ماشي برك فلاطات تاع 12 ديسمبر كاين اللي تبليسا في فيبري اليوم الاول تاع الحراك كاين اللي تبليسا عام وراها كاين اللي تبليسا في الاشهر الاوائل في الاسابيع. بصح انيس تبليسوا كيفاش يعني حتى ما سمعناش بهم بزاف يعني اللي كان ربما فقط يعني تبليسوا في الاعيون ولا ربما عندهم دوتر بليسور جرحى واخرين في اطراف اخرى من الجسم. كاين اصابات مختلفه كاين اللي تبليسا في عينه كاين اللي في وجهه دخلت له برونكاويتشو هنا في المشوار كاين اللي تبليسا في صرا نحكي لك على لي بليسور غراف احنا نحكوا على البليسور ديليكات اللي يطلبوا اون بريزون شارج ميديكال سوا دي شيرورجيا العمليات الجراحيه التجميليه ولا اون بريزون شارج ميديكال دي كونسلطاسيون اون تيرم. خلينا نروح لحياة كما قلت الناشط الميداني وناشط حقوقي سي يحيى على بالي انا كانت في حمله باش تضامن باش يساعدوا هؤلاء الشباب وحكينا كيف صارت الان كما قلت عندنا ثلاث سنوات من نهار صارت هذه الضحيه هذا الكا يعني تاع استهداف الايون كيف صارت العمليه المسانده والتضامن مع هذا الشباب. اولا كما يعلم الجميع كاين الضحايا من مختلف الاصابات على مستوى الوطن من مختلف الولايات الضحايا اللي صارت كاين بعض الضحايا اللي صارت لهم في 27 نوفمبر في ديار بن فليس بالدويره كاين مشادات هذيك بين الشرطه في تبليسه وجماعه وواحد فيهم فقد عينه دي برافع الاول اللي تبليسه في الحراك في هذاك النهار 27 نوفمبر 2019 بعدها الانتخابات 10 ايام بعد الهدف هذه تاع بن فليس جات الانتخابات صارت في 12 مشادات اخرى ثانيه على مستوى الوطن راحوا فيها ضحايا كل واحد بالاصابه نتاعو وحنا كجمعيه اللي خرجت للميدان ومعايا مواطن معنا مواطنين بزاف على مستوى الداخل والخارج ركزنا على الضحايا اللي مبروا بزاف اللي كما نعلموا اللي فقدوا عينيهم نهائيا ما يشوفوش يحتاجوا وقفه يحتاجوا درهم كبار باش يديروا عمليه ماشي عمليه باش يسترجع البصر نتاعو لا باش يدير عمليه تجميل
على الاقل يحافظ على الوجه نتاعو، على الاقل يحافظ على العين نتاعو ما تجيش تسمر اكثر. قمنا بعدة مبادرات مساندة وتضامن مع هذو اللي عندنا حاليا. حتى اليوم عندنا 4 أو 5 مصابين اللي فقدوا عينيهم، مازال احنا معهم. اللي دار عملية جميل كما أنيس مزيان أو جمعي أمازيغ ومازال ما كملوهاش 100%، مازال الوليد يحمونا قدامي، مازال كيف مازال ما كملهاش. ما دي برابح أيضا ثاني مازال كاين جماعة واحد أخرين داروا كملوا كما أوشن أوشن كما دارها راه خرج أوروبا، هو الأول اللي خرج 2019 2020. وحنايا كما الناس كل تعلم على بالهم اللي كانوا معنا اللي يكونوا معنا نحيوهم، مازال رانا معاهم. يحيى هذه العمليه تفيه مع الجمعيه نتاعنا مع مصيري صارت جديد وجماعة كل الاعضاء. يحيى هذه العمليه تضامن غير في بويره ولا حتى في التنسيق بين الولايات والمناطق حتى يكون يعني التضامن اشمل يعني لجميع الناس جميع الشبان هذا المضروري؟ نعم اكيد كاين تضامن ماشي غير في ولايه البويره، مادام كاين كرياسيون تاع التنسيقيه الوطنيه هذه وعلى راسها انيس مزيان هو اللي كان ينسق وكان يتصلوا به المصابين اللي يحتاجوا المساعدات. والحمد لله المصابين اللي كانت عندهم اصابات خفيفه ارتاحوا. بقاو قلت لك احنا اللي ركزنا عليهم على مستوى الوطن ماشي غير البويره، باسكو كاين انيس مزيان في جوج وكاين الجمعيه مزيان بومرداس كاين هذو تاع البويره، هذو اللي مصابين يعني اصابه تاعهم خطيره وفقدوا عينيهم نهائيا. التنسيق ماشي غير على مستوى البويره، كانت واسعه على النطاق الوطني. دحموني ربما سؤال اخير قبل ما نخليكم تروحوا، دحموني انت الان كاحد ضحايا هذه العمليه، واش رساله ربما للمسؤولين وربما للمسؤولين الامنيين وحتى للسيفيل، يعني اذا كان البلديه هل عندك رساله انت كضحيه ربما خرجت كما قلت انت خرجت كما الناس في مسيره سلميه لقيت روحك مضروره، واش حبيت تقول للمسؤولين يعني؟ واش نقول للمسؤولين؟ يتحملوا المسؤوليه، هما اللي داروها يتحملوا المسؤوليه، حقنا هذا حقنا ولازم يعطونا حقنا. هما اللي داروا لنا هكذا لازم يشوفوا لها. يعني ما حاولش يتصلوا بكم ما حاولش يتصلوا بكم ويعرفوا بكم، يعرفوا على الاقل الحاله تاعكم. يا خويا سليم نشوف نكمل الدرس مع الواحد ما حاولش. اوكي شكرا يعطيكم الصحه يحيى، بارك الله فيك اخويا، دحموني يا ربي يكون معك ان شاء الله، بارك الله فيكم على المجهودات. هذا هو هذه النقطة المهمة عن الناس فيه أهل الخير اللي حبوا يعاونوا، يعطيكم الصحة بزاف. أنيس مزال نولي ليك أخويا، الآن بعد 3 سنوات أنت قلت لأني ربما ما لي دوسي مازال لهم لي زارشيف خلاوهم ما كانش حد يجيب، بصح على الأقل هل في محاولات اتصال بكم يحاولوا يفهموا القضية تاعكم؟ ربما المسؤول مادام رانا في جزائر جديدة بعد انتخابات، هل فيه محاولات الاتصال بكم من طرف المسؤولين والرسميين؟ هي انا ما نكذبش عليك باش الانسان يكون براغماتيك باش يكون انسان واقعي. حبيت انا جو بريسيزي برك حاجه باش نكون تما الحاجه تكون مفهومه، انه احنا الكوميتي تاعنا اللجنه هذه درناها لتقديم اعانات سواء ماديه او معنويه للضحايا. احنا اليوم الحمد لله من يوم 15 ديسمبر درنا نجمع مبالغ ماديه معتبره. دوكا الحمد لله ما نسحقوش حنا اعانات ماديه، لانه سواء الضحايا هذو مدينا لهم لي سوم هذوك المبالغ الماليه اللي يسحقوهم باش يوبيريو، سواء اوبيراو تما كملوا العلاجات تاعهم ولا ما بداوش العلاجات تاعهم. تما ميم سي ما بداش العلاج هو تاعو ولا ما دارش مازال ما دار العمليه الجراحيه تاعو، وشنو عنده لاسون
عنده المبلغ هذا باش يدير العمليات الجراحيه. جينا حنايا ثاني باش نقدموا هذاك لو سوتيان الاعانه هذيك الماده المعنويه، لانه حاجه بزاف صعيبه انه واحد في عمره 20 سنه 22 سنه يفقد البصر تاعو، راح في باله هو حياته خلاصه. تما حنايا كنا تما اون بلاص مع نشطاء جمعويين مع حركيين مع دي بسيكولوج اطباء مختصين كل واحد في المجال تاعو، كاين معنا محامين كل واحد تما في الاختصاص تاعو. اللجنه تاعنا ماشي برك فيها ضحايا باش نقدروا نعاونوا ان شاء الله كاع الضحايا، وهذاك هو الشيء اللي كان الحمد لله. حنايا الضحايا تاعنا ماشي برك اللي بعثنا الدوسي تاعو يقول انا ضحيه، لازم حنا ندرسوا دوسي تاعو، لازم يكون عنده دي تيمو، لازم يكون عنده شهادات واعترافات بلي صح تبلي صح في الكونتكست تاع الحراك. الحمد لله ربي وفقنا وين اللي اتصلوا بينا قدرنا نعاونوهم. ومن بعد كونسيرنو البولي جوريديك هذا العداله، كان على بالنا بلي حنا لي بلان تاعو ما حيجيبو والو، وشنو صاصير بيا او بلوطار كيما قلت ان شاء الله اذا تبدل السيستم راح تكون اعتراف. من الغدوة إن شاء الله راح يكون اعتراف. جيد أنيس الكونتكس الحراك كان فيه ضحايا يعني يجبدوا توسيتها، أنيس أنا ما كان حتى اعتراف. أنيس تنسيقية تاعكم معترفة يعني معتمدة رسمية، ما عندكمش أي مشكل؟ لا ماشي معتمد. واش أنا نقول لك ما كان حتى اعتراف. وشنو حبيت نبريسيزي حاجة، أنه أنا كي خرجت من المستشفى الجامعي تاع تيزي وزومر ما قمت بالعمليه الجراحيه الاولى، خرجت في نهايه شهر جونفي 2020. كانوا اللي بعثوهم من الرئاسه خصيصا، جمع عندي واحد من الرئاسه قال لي الرئيس اللي انتخب يوم 12 ديسمبر 2019 قال لي تما حوس عليك لو كان تقدر تنسق بين كاع الضحايا وتجو للرئاسه تما نديرو اون كونفيرونس دو بريس تهضروا بلي كونكور الدوله هذه الفولي فو كوبرير راح تكون تما راح تقوم بنا في دو بوان دو في ميديكال تما تداوينا، و دان بوان دو في سوسيال سكون ابيل لا ريانسيرسيون سوسيال. تما انايا نهضر نعترف نقول بلي انايا الدوله هذه الجديده حبت تقوم بنا وحبت تداوينا وتعاود تما ترجعنا كمواطنين في المجتمع، سواء بتقديم اون بونسيون ولا كل واحد واش خصو زعما سوا ديزون. احنا ما مقبلناش لانه حنايا رجالنا يعني انايا الريسبونسابل عليهم ونقولها وهذه بكل ثقه، انه حنايا رجال مبادئ لو كان حبينا دراهم امني باللي سوا من كوتي تاع الدوله ولا من كوتي تاع الشعب كنا قادرين نديرو دراهم تسمى دي مليار. حنايا وشنو رجال مبادئ الحمد لله لي سوم اللي جمعناهم كاع بلي بروف، وعندنا دي مونطون كاع تاع وعندنا دي بروف تاع شحال جمعتوا ايه؟ تما حنا ما حوسناش قال زعما واحد يسحق 50 مليون باش يداوي من دولار 50 مليون، واحد يسحق 300 مليون باش يداوي يدير 300 مليون، ما حوسناش حنايا نجمعوا دراهم باش نعيشوا به. حنا لو كان قبلنا الاعاده تاع الدوله رانا اليوم ما لاباس بينا، رانا داوينا ورانا في لي بوست ترافاي. ونيس قدرنا لحقنا للعصام والشعب مع الاول كانت وقفه او نيفو مونديال ماشي برك او نيفو ناسيونال ماشي في التراب الجزائري برك وشنو العالم الكل، وشنو مع الوقت نساونا شويه الناس وانا الناس ما نقدرش نقول لانه واحد عنده حياته. بصح حنايا مع الوقت ولات عندنا بزاف مشاكل، التشديدات امنيه كثيره، ما انا واحد ما خلاونيش نخرج من الجزائر ديجا باش ندير لوبيراسيون تاعي دوموندي تخرج من الجزائر، صرفت نقدر نقول لك 40 50 حتى 60 مليون على الفيزا ما قدرتش نخرج نحاول الباسبور، لانه انا كمنسق وطني كنت مع دي كونتاكت مع لي ليغ دي دروتهم وكان نحاول الباسبور بوندون عام ونص نحاول الجواز السفر تاعي.
ثم سفرينا تشديدات أمنية كثيرة وما زلنا نسفريو إلى يومنا هذا، وكان بزاف اللي مازال ما داروا البلسون تاعهم، مازال ما داروا العملية الجراحية، ورانا عايشين دون زانوبل الناس نساونا. وقدر نقول لك يسو سو انفيستي الجهه هذيك الاخرى، يسو سو انفيستي في هذا، تسمى الشمعه تاعنا قدر نقول لك سي سا سكي مالو، هذه هي الحاجه اللي غاضتنا اكثر. سبحان الله. ولكن انا يعني ربما الملاحظه كما قلت انت هذه الشجاعه الادب انتم يعني مالغري سا كما قلت يعني ماشي حاجه سهله، واحد 20 سنه 22 سنه يفقد هكذا عينيه ياثر على حياته على المورال مون فيزيك مون ماتيريال مون، بصح انت تحس ان مالغري ضحيه بصح عندكم يعني هذه القوه اللي تخليكم ان تصبروا وتقبلوا الامر الواقع وتستمروا في حياتكم رغم المشاكل. هذا هو ربما القوة. انت ربما راك منسق تعرف الناس تعرف الضحايا هذو، هذه النقطة القوية الإيجابية في هذه القضية. نعم، وإحنا قلنا وعودناها وإحنا عودناها اليوم. أنا لو كان يطلبوا مني أنه نعود نولي نهار هذاك باش نبدل وصرا ما نبدلوش، لأنه أنا إنسان تاع مبادئ، خرجت على المبادئ تاعي وجي أسومي وصرا بعد، وأنا قلت لهم عيني هذه ما كنت دير برب اللي راح، انا قلت لهم عيني هذه هي في الجزائر، نتمنى انه عيني يجي نهار وين الجزائر تشوف نور الحريه بها ونور الديمقراطيه. وهل هذا هل هذا هذا هو راي الجماعه الضحايا؟ انت ربما باتصال معهم فيه اجماع، فيه اجماع في هذه القضيه؟ متفقين عليها بالاجماع، متفقين عليها بالاجماع، انه حنايا ما جاش نهار وين ندمنا على التضحيه تاعنا، وما زلنا متيقنين باللي انه احنا هذا ان شاء الله يجي نهار وين يجي لي شونج بينا ان شاء الله، يكون تغير بينا ان شاء الله. ان شاء الله انيس ربي يكون معكم انيس مزيان، بارك الله فيك خويا العزيز، منسق وطني لضحايا الحراك انيس مزيان من ضحايا ثانيه الاعتداء على بعض الشباب اللي خرجوا سلميا في بعض المناطق. شكرا جزيلا اخي العزيز، ربي يكون معكم، بارك الله فيك. اذا احبائي كانت هذه شهادات حيه، 3 سنوات مازال منذ الصراع يعني كما قلنا الاعتداء الوحشي على بعض الشباب، كان يستهدفوا الاعين، استهدفوا ربما مع باش نيتهم مسك هو استهدف الاعين او ربما فقط باش يفرقوا الناس، ولكن كما قال لك انيس مزيان قانونيا كي تضرب الكعب بالرصاص المطاطي او حتى البومبا كي المواجهه تضرب في السماء باش تخوفهم ويهربوا، ماشي تيري في لاماسا تاع الناس، واكيد كي تيري هكذا لتحت اكيد تصيب واحد ولا زوج. هذا هو اللي صرا، ولكن القضيه مازال مستمره بعد 3 سنوات، الناس مازالت سفري، مازال الناس مازالت تعذب، والناس واحد اخرين مازالوا يجريوا يكافحوا باش يجيب لهم حقوقهم، وهذا هو المهم والاهم. هو كما قال الكنيس مازالهم متمسكين بالمبادئ، واذا كان واحد راحت له عينيه راحت له عينيه في سبيل الوطن، وان شاء الله بهذه التضحيه الجزائر ان شاء الله توصل الى هدفها وتوصل الى النور كما قال انيس مزيان. ونشكره بزاف، ونشكر بزاف دحموني لونيس ويحيى سمتش. والان احبائي حان وقت الجزء الثاني من الفقره الثانيه من حصه اليوم، الا وهي اخر اخبار الاعتقالات ومعتقلي الراي في الجزائر. فقره اخر اخبار الاعتقالات المحاكمات ومعتقلي الراي في الجزائر، وكالعاده نبداها بجرد بعض من تلك الأخبار، وعموما مصادرها من إما من عائلة المعتقلين أو من هيئة الدفاع لهؤلاء المعتقلين. ونبدأها بتيسم سيد، أين التمست النيابة هناك في حق المناضل الحر أو المناضل فراد بن عيسى عام حبس نافذة و100 ألف دينار جزائري كغرامة مالية، والمداولة والنطق بالحكم يكون إن شاء الله يوم الأربعاء 4 جانفي 2023. شمس الدين الاعلامي او معروف بابراهيم الاعلامي في يومه 26 من معركه الامعاء الخاويه تنديدا بسجنه والتهم المتابع بها، تم اخلاء سبيل عمر ايت العربي من مركز امن دائره القصر ببجايه، وذلك بعدما تم سماعهما تحرير محضر
سماع محكمة سيدي محمد قرار أو قرر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد وضع سفيان باباسي تحت نظام الرقابة القضائية وقد تم إخلاء سبيله. بتنا إخلاء سبيل الأستاذ الجامعي العربي فرحاتي وذلك بعدما تم سماعه من طرف فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لدى الأمن الولائي لبتنا وتم تحرير محضر سماع في حقه ليتم إخلاء سبيله. توقيف مؤقت للأستاذ عضو هيئة الدفاع المعتقل الرأي الجزائريين محمد كارما عن ممارسة مهامه في المحاماة. مستغانم إدانة أسامة طيفور بعام حبس نافذة مع الإيداع مع العلم أن النيابة قد التمست 5 سنوات سجن نافذة تحت إجراءات المثول الفوري. معسكر إخلاء سبيل بغداد بالحاج بشير وذلك بعدما تم سماعه من طرف الشرطة القضائية لدى أمن دائرة سيق بمعسكر وقد تم تحرير محضر سماع في حقه ليتم إخلاء سبيله. محكمة عزابة بسكيكدا إدانة معتقل الرأي أسامة بوخدير بعام حبس منه 6 أشهر نافذة و6 أشهر غير نافذة وغرامة مالية قيمتها 100,000 دينار والمتابع بتهمة التحرير على التجمهر غير المسلح المساس بالوحدة الوطنية وإهانة هيئة نظامية. تأجيل محاكمة معتقل الرأي رضا عمرود ليوم 26 ديسمبر 2022 أمام محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء. تأجيل محاكمة الشرطي السابق ومعتقل الرأي السابق عبد القادر جابر الله ليوم 9 جونفي 2023 أمام قسم الجنح لدى محكمة شلف. مجلس قضاء البويرة أين التمست النيابة العامة 6 أشهر حبس نافذة في حق حسين جبران والمتابعة بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والنطق سوف يكون إن شاء الله في 19 ديسمبر 2022. تم تأجيل محاكمة خالد زغواني ليوم 19 ديسمبر 2022 أمام قسم الجناح لدى محكمة قسنطينة. سيدي محمد بالعاصمة قرر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني المتخصص لدى محكمة سيدي محمد وضع سفيان بيباسي رقبة قضائية قاد التحقيق في خنشلة مجلس قضاء خنشلة أين قررت الغرفة الجزائية يوم الثلاثاء 13 ديسمبر إلغاء عقوبة 6 أشهر حبس نافذة مع الإبقاء على الغرامة المالية المتمثلة في 50,000 دينار في حق المناضل أحمد أمين جوجين والمتابع كالعادة إهانة هيئة نظامية عرض منشورات أو أخبار كاذبة التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العمومي. قام معتقل الرأي زكريا المنقذ قرفة بتعليق إضرابه عن الطعام. وأخيرا قرر قاضي التحقيق لدى محكمة تيزي وزو الأربعاء 14 ديسمبر وضع الصحفي فضيل بومالا تحت نظام الرقابة القضائية والمتابعة بالمادة 87 مكرر. إذن ربما الجزء الأخير من في هذا الحصة كالعادة خلال نحن نشوفه آخر أخبار كم آخر أخبار بعض المعتقلين خاصة المدة اللي عندهم حتى الآن إن شاء الله عم يفوتوا في السجن الاحتياطي اللي نتكلم عليه.
إذن أحبائي وصلنا نهاية هذا العدد من برنامجكم الأسبوع، إن شاء الله يكون عجبكم في وسجبنا فيه، إن شاء الله يكون في مواضيع أخرى الأسبوع المقبل. بقوا معنا وسلامكم ورحمة الله.